صباح النور والعافية. أهلا وسهلا. شو رأيك بالمعرض اللي قدمته أوراق الميمات؟ والله الحقيقة هي إحنا يعني كنا نعرف أوراقتك من البيجات ومن مشاريعها التعليمية هذه، لكن بالتأكيد كنا متأكدين أنه ما يخفي خلف هذه التطبيقات وهذه الخدمة فشيء أعظم من هذا. اليوم الحقيقة الإيفنت والمحاضرة الأولى واللي شفناه من أوراقتك ومعرضها فشيء جدا جميل، فعلا تستحق أن تكون أو تستحق أن يقال عنها أنه الشركة الأولى في مجال الإلكترونيات والإمبيدد سيستم بالعراق عندنا يعني. والحقيقة هي من يعني اللي يلفت الانتباه أنه ماكو فد نشاط من الأنشطة لشركة أوراقتك تحس أنه هدفه ربحي 100% وبيور، وإنما كل الأشياء اللي من مواد تسويقية من أجور دراسات عن بعد أو أونلاين هي أجور رمزية يعني. فبالعكس أنا يعني أهداف علمية تساعد الطلاب الهواة الباحثين، فمبارك يعني إن شاء الله الله يشد على أزر كل عامل في هذه الشركة وهذه المعرض. والله بديت بالبداية بس هي كل ديفايس كل سنسر موجود كل هذا يراد لوقفة 5 دقائق يعني، كل الأشياء الموجودة أشياء حلوة وثمينة جدا يعني، وخاصة وجود الأساتذة الأفاضل الأستاذ حسن الأستاذ بلال يعني كنز من المعلومات في مجال الإمبيدد سيستم يعني. شكرا لكم. شكرا لكم. هلا سنة. هلا ومرحبا سنة. والله هذه من الورش اللي نحتاجها دائما، تطوير كادر العلمي كادر البحثي إضافة إلى طلبة وإطلاعهم، نأمل أن تتوسع هذه الفرص التعاون بين كلية النسور الجامعة كل قسم هندسة تقنيات الحاسبات مع شركة أوراقتك. طبعا هذه الشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، الشركة تحاول أن توفر بعض مستلزمات البحثية اللي يحتاجها الباحث وكذلك يحتاجها الطالب. طبعا التنسيق مع شركة أوراقتك حديث، ولكن نأمل بعد أن لمسنا الجوانب الإيجابية اللي موجودة بالشركة نأمل أن تتطور من خلال تبادل المعرفة وأيضا الحصول على بعض المستلزمات التصنيعية لبعض الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة بكلها. طبعا بصفة رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسبات بكلية النسور آني وأيضا دعيت كافة أساتذة القسم للاطلاع على الموجودات المعرض، أجهزة حديثة وكومبوننتس يعني متطورة نحتاجها بشكل يعني بشكل أساسي بمختبراتنا. شكرا لكم. شكرا لحضوركم. مهندس عاصم مبدر، شركة أريكسون للاتصالات. والله هو كتعريفية الورشة والمواد اللي انطرحت يعني إلها علاقة بالتكنولوجي، إلها علاقة بالمعالجات وبالأوساط اللي احنا نتعامل وياها، والشباب يعني really did a great job يعني أرضوا أشياء هي عالميا موجودة، وإحنا بالعراق نحتاج أنه نوسعها ونحتاج أنه to invest more يعني بهالموضوع. والحلو أنه الأودينس الحاضرين كلهم لازمين نوتس دا يكتبون، مما يدل أنه المعلومات هي كلش مفيدة ووافرة. زرت المعرض؟ أنا بصراحة يعني خريج برامجي دارسين مايكرو بروسيسينج وبيلد سيستمز، بس الأشياء اللي شفتها اليوم أكيد ما شفناها بالكلية. وإن شاء الله توصلون هذا الهدف إن شاء الله. عشتيكم. دكتور ناصر الهنداوي، أستاذ مساعد في كلية النسور الجامعة منذ 5 سنوات، ولأول مرة أشاهد معرض فني
علمي بهذه المستوى بهذا المستوى مما يبشر بخير لطلبتنا والمختصين والأجيال القادمة. كنت خلال 17 سنة في أمريكا قليلا ما أشاهد معارض من هذا النوع خاصة في الكليات أو في الجامعات، أما الآن فالأمور تبشر بخير، وفعلا كلية النسور الجامعة ماضية في رفع مستوى الكلية التي لها آفاق واعدة، وأصبحت الآن كلية رقم 4 ضمن كافة كليات الأهلية بالقطر، والأمل كبير أنها تتحول إلى جامعة النسور، ومن الله التوفيق. شكرا على جهودكم، ممنون لكم. ورشة العمل هي غاية في الدقة والعلم والتقنيات الحديثة التي لم أشاهد مثلها في حياتي، وهي دعم إلى المختصين خاصة أساتذة وطلبة كلية تقنيات الحاسوب، والأمل كبير أن يصبح تعاون في هذا المجال وتفتح ورش وشركات لتعريف المجتمع العراقي بما وصل إليه العلم الحديث. مشكورين. أحمد مظفر، طالب ماجستير في كلية التقنية جامعة التقنية الشمالية، كلية التقنية موصل. الآن أنا في مرحلة البحث في مجال الأنظمة المدمجة. طبعا بالبداية نحب نشكر شركة أوروبتك وجامعة النسور الأهلية على استضافة هذا الإيفنت، الحدث المهم جدا في مجال التكنولوجيا، ونشد على إيديهم ونحب نقول إن شاء الله تستمرون ومن أفضل إلى أفضل، وكانت بادرة جيدة جدا وبارك الله بكم. نعم، كان يعني بصراحة كمية المواد المعروضة والتسهيلات اللي توفرها شركة أوروكتك يعني كانت مبهرة، وإن شاء الله يكون هناك تقدم أكثر وأكثر بالمستقبل إن شاء الله. أكيد، لأن راح يكون عندهم فرصة مو بس يكتشفون الفرصة، مو بس إنه يكون عندهم اطلاع على المنتجات، نعم يكون عندهم فرصة مو بس يكون عندهم اطلاع على المعروضات من الشركة، ولكن أيضا الأفكار اللي توفرها الشركة للباحثين ومناقشة أفكاره. بصراحة أنا استفادت من بعض الأسئلة اللي طرحتها على الكادر، وكانوا متعاونين وشكرا جزيلا لهم وبارك الله لهم. الأستاذ الدكتور قاسم محمد حسين، جامعة تكريت، كلية هندسة النفط والمعادن، قسم سيطرة هندسة المنظومات النفطية. حقيقة ورشة عمل كانت راقية جدا، خاصة وأنها تتعلق بموضوع مهم يمس الحياة اليومية في مختلف الاختصاصات. والشيء المفرح أنه هذه الشركة الفتية أتى هذه النتائج، ويقودها شباب عراقيين بعدهم يعرفون في بداية الطريق. نتمنى عنهم الموفقية والنجاح. شكرا. ورشة جدا رائعة، ورشة يعني بيّنت المبادئ الأساسية لهذا الاختصاص اللي الكثير حتى في الجانب الأكاديمي ما عندهم خبرة به وتعامل به. نتمنى لكم موفقية إن شاء الله. زرت المعرض، كانت نتائج حلوة، وقلت لك يعني في هذه الفترة القصيرة هذه النتائجات يعني شيء مشجع. موفقين بعون الله. هذا دكتور جميل كارم عبد الجشعمي، جامعة التقنية الوسطى، كلية التقنية الهندسية الكهربائية، قسم الأجهزة الطبية. يعني أنا بالنسبة لي استمتعت بهاي الورشة، لأن ضمن يعني
شلون يعني الآن انترست بهذا الموضوع، يعني ضمن الاهتمام مالتي انه هذا موضوع الامبيد سيستم، وعندي مشاريع طلبة ماجستير على هذا الموضوع. فلذلك عند هاي الورشة فادتني ان اشوف يعني شنو النيو تكنولوجي اللي صار بهذا الموضوع حتى ممكن عكسه على بحوث طلبة الماجستير. يعني أنا بالتأكيد يعني الموضوع هو موضوع الساعة، يعني كل فترة معينة أكو فد مواضيع تطلع بالساحة هي، فمن هذا الموضوع الامبيد سيستم هو موضوع مهم حاليا جدا وإلى تطبيقات واسعة في كل الحياة، ويتعلق بمواضيع أخرى أيضا ضمن الاهتمام مثل انترنت أوف ثينك الاي او تي. فهذا الموضوع أيضا راح بالنسبة لي يعني الطلاب راح أطرحه كمشاريع وإن شاء الله يكون تطبيق عملي فيه خاصة بالأجهزة الطبية. نعم يعني هو هذا الاهتمام، لذلك طلبت من شركة أوروتوك أنه سوي يعني نفس الإيفنت يصير بس على الأجهزة الطبية. دكتور حضرتك سبق أن المعرض عرض التجارب زلتها بشكل سريع هسه، يعني ماكو مجال الناس فريد يعني زورها بشكل أدق يعني حتى استفيد منها. دكتور محمد شعلان عيسى، وزارة العلوم والتكنولوجيا، دار الطاقات المتجددة. نعم. صراحة يمكن هاي أول مشاركة بهيج ورش، ورشة كلش جميلة، النتاج مالها واضح، خبرة بها واضحة الأساتذة الموجودين من أوركتك. خبرتهم واضحة وجلية بإلقاء المحاضرات، بين علميتهم بين المحاضرات اللي دي ينطوها الأونلاين اللي دي يقدمون بها مساعدة للطلاب والباحثين. نعم شفت معرض المنتجات، أنا مطلع عليه سابقا. عندي أعمال قسم منها حازت على براءة اختراع مبنية على الأردوينو بلاتفورم، يعني عندي ثلاث براءات اختراع مسجلة بها جزء منها أردوينو بلاتفورم. أهلا وسهلا إن شاء الله.